تراجع عن فكرة الانتحار، ترك عمله، قرر البدء من جديد. إنه ياسين علاوي، شاب مغربي قرر التخصص في مجال العقارات في المغرب. في فترة وجيزة أصبح اسمه لامعا على شبكات التواصل ومعروفا. يقدم ياسين عبر مقاطع الفيديو تلك التي ينشرها نصائح في مجال العقارات والاستثمار بطريقة عملية مبسطة ومربحة. من هو ياسين علاوي؟ نتابع. ياسين العلاوي 34 سنة، مقاول ومستثمر في مجال العقار، مؤثر في موقع التواصل الاجتماعي، وبزاف ديال الشباب تعتبروني مصدر إلهام لهم. كنت مستخدم شركة بوحدها ما تتعداش 400 دولار، كان عليا مجموعة من القروض، قرض ديال المنزل وقرض ديال السيارة. واحد اللحظة أنني فقدت العمل ديالي شوية، قلت وتبدات تبان لي الحياة أنها سوداء وكحلة مزيان، قلت علاش ما وضعش لحد الحياة كاملة، وبديت نفكر في الانفتاحها. واحد اللحظة قلت علاش من ناخذش القرار الجبان ديال الانتحار ونبدا واحد الحياه جديده، وتما فين جاتني الفكره انني ندخل عالم الاستثمار وعالم المقاول. اذا بغيت نحط فلوسي 6 سنين اونس، دونك هذا الانفستيسمون مزيان. الدخول ديالي للسوشيال ميديا كان تيبان لي انا تنقلب على المعلومه ما تلقاهاش في الميدان ديال العقار، وبزاف ديال الشباب تيبغيو معلومه وتيبغي التوجيه الصحيح في المجال ديال العقار. دابا حاليا دابا كاينين اولاد بزاف تيديروا ارقام زوينه في الديجيتال، وتيبغيو ديك الفلوس يستثمرون في عقار، ما تلقاوش المعلومه الصحيحه، الناس اللي تعطيهم التوجيه السديد باش يستثمروا ديك الفلوس. تما فين جاتني الفكره انني نبارطاجي معلومات على العقار مع الناس وبطريقه بسيطه. هادشي لقى واحد المتابعة كبيرة من عندك الشباب اللي تتابعنا، حيت تنشيرو معاهم معلومات من الواقع المعاش بالحلو ديالها، بالمر ديالها، بمشاكلها، بكل شيء، وبدون فلتر. فيما يخص شراء البقع الأرضية، فيما يخص المشاكل اللي تكونوا في الديار ديالهم، فيما يخص المعاملة التجارية اليومية اللي تكون دي فيمون بونكير ولا بشيكات، يعني جميع المشاكل اللي تتعلق بالميدان. ربما حتى المعاناة ديالي اللي دوزت وتمارا اللي دوزت والحي الشعبي اللي كبرت فيه، يعني أسرة فقيرة وساكن في واحد الحضارة ما تتعداش الكراء ديالها الشهري 25 دولار في الشهر. كل شاب مغربي تيلقى راسو في هذاك في هذاك في هذاك في هذاك البيل، تيحس بك مزيان، تيحس بك أنك بحالك بحالو، أنت حققتي نجاح، ومن نفس المحيط اللي كان مني فيه هو تيفكر تيقول علاش انا ما نكونش انا بحال ياسين العلاوي، وياسين العلاوي اثر عليه بطريقه زوينه ويولي بحاله من هنا للمستقبل. تنشجع المتابعين ديالي على المقاوله عن طريق انني تنجمعهم في واحد الايفنت اللي مباشر، تنتلاقى معاهم، تنحاول ناخذ نعرف المشاكل ديالهم، نحاول نبارطاجي معاهم داك الشيء اللي تنعرف، تنحاول نشير معاهم المعلومات اللي تنعرفهم انا، وتنجيب لهم نخبه تنقولها وتنعاودها ديال المقاولين المغاربه اللي ناجحين، كل واحد ناجح في الكارير ديالو، كل واحد خبير في المجال ديالو، تيعطيونا العصاره ديال التجارب ديالهم باش يلهموا دوك الشباب، باش دوك الشباب ياخذوا منهم سام انسبيريشن باش يزيدوا تما القدام ويديماريو البروجيكت ديالهم ان شاء الله. خرجنا من العالم الافتراضي للعالم الواقعي، ولكن للاسف المشكل اللي طحنا فيه هو بزاف ديال الناس اللي في العالم الافتراضي بغاو يتلاقاونا في الواقع، وهذا للاسف 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 مع احترامي للكل شي حاجه اللي مستحيله. الايفنت اللي درنا اليوم المقاوله بلا فلتر، ايفنت اللي
الناس اللي بغاو يجيو لي تقريبا 22000 واحد بغاو يجيو ليه، وللاسف القوضة الاستيعابية ديال القاعة هي 600 بلاصة. المعيار اللي تخليني انني تعتبر مؤثر في هاد الناس هو الكم الهائل ديال الرسائل اللي توصل لها بشكل يومي، اغلبهم رسائل الشكر، اغلبهم رسائل ديال الناس عملوا بداك الشيء اللي عطيناهم حنايا واستفدوا منه وجناو الثمار ديالو في الواقع، تشكرونا وهادشي اللي كاين، وهادشي تزيدنا حنا غير حمل على حمل، وتزيدنا واحد وتعطينا واحد الشحنه ايجابيه باش نزيدو نخدمو على ريوسنا باش ناثرو ناس اخرين في المستقبل.